السلطه التخبيريه ولا القاضي الجزائري يحكم بناء على اقتراح وجداني وما رجع امامه جلسه ولا مناقشه. هاد السلطه التقنينيه خصها تكون مساجمه مع التوجه العام او اراده المجتمع. ما يمكنش واحد النص كيقول 10 سنين ويعطيه عامي يقول بين السلطه التقنينيه. لأنه اللي كان هو السلطة التقديرية هناك من يساعد التقدير يسير التقدير. الآن الموضوع هو مفتوح أمام القضاء في المرحلة ديال الاستئناف. من المنتظر طبعا أن تكون هناك مناقشات من أجل خلخلة هذا الملف أو هذا الحكم الابتدائي. جيتي بيان لمحكمة الدرجة الثانية أنه خالف الصواب كلية من اجل ابراز على انه للاسف ان السلطه التقديريه التي مارسها قضاه المحكمه الابتدائيه كانت فيها اساءه من خلال احكام جد مخففه تقترب الى الورعه منها الى الادانه. ربما سنمرر رسائل تتعلق بالمستقبل فيما يتعلق بتشجيع عن الفاعل السياسي في بلادنا وحتى المجتمع المدني من اجل النظام من اجل تغيير القوانين ذات الصلة بحماية الأطفال وحماية القاصرين خاصة الفتيات. أنا في تقريري لو كان الحكم معللا تأييدا كافيا ولو كان الحكم مقبول من ناحية واقعية وقانونية قلنا عن بعض الاستئناف.